بويا سعدي كريبي الوقاظة في اليمن خوج من بيغمر عليه الصلاة والسلام هات السردان مثم يا رسول الله إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي من خوت زاني السامان وباريجي باشم هي وتنها ميلاد قلم يكسى آية الرقا مدي أن أتصدق بمالي كله هل هم يبكم بخير لريخوا أنا ولم نخوش يا بمرم فرمين أخير فمن الرقا مدي نيوي بكم الشطر فرمين أبين اشتوا جايزني و تم ریگه ما دی سی چیپ کم یک لسر سی سامان کم ببشم در ریخوایا فرمی یا سعد الثلث و الثلث كثير یا کبیر در روایتی که سعد یک لسر سی جیست از زور و گوریه اینکه انتظر ورثتک اغنیا خیر لک من انتظرهم عالتا یتکففون الناس تو اگه میلاد گرکان لدوی خود به دولا من جیبیلی باشتره بود لدوی خود سوال کنه دزدخل پان کنه كواتوا ثلث كثير يشتا بو امام ابو بكر دي فرمو ابي بينجيك بكي اوصى بالخمس او بياوي دي او بياوي تيبك على سر مرجا وسيت كاي لا سفين جيبك باشترا شك خوي غورا فرمي فمن خاف من موص جنفا او اثما هندي ميلاد قره يعني خوان ميلاتي هيك اي بي ظلم لو رسكيبك على كروك سكانيبك على دو اخوي وسيتي اكا وسيتك جنفا لا دان للريحق إثما براسي قنا أحبار ببي كأو غدر لو رساناكا هوا هبو يقمالي هبو بيجو يبمرني شو بدزي وفروشي يقصو يدي سر مزقو كمردو ورسا بيان تيام بابو دار وداي شي بو درو مالي باوك مانو لا كاكا دمي كد لدز در شو بو شو بشين خير ينن نسين خواهي قرر باسي وصيكا غير مضار بمرجي وصيتك جيب جيك تي ابي يقلا سرسيبي وابي زيان بميلاد غراكان نجينت انزا جيب جيك تي ان الرجل ليعمل والمراه بطاعه الله 70 سنة ثم يحضرها الموت فيضاران في الوصيه فتجب لهما بهما النار بياوجني وهي الشصحفتا صار عباده دكايت الا سلمرقا وصيتي شي ناجايز ناشیا و دکان زیان به میلاد گرکان دگین به هوی امتوانو خدا دیان کات دوزخ